السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا بفيديو جديد بوصفة جديدة في قناة يسرى الطنجاوية. الوصفة ديال اليوم غادي نشارك معكم واحد التحلية سهلة مهلة، مكونات جد بسيطة، بلا جيلاتين وبلا فران، كتجي لذيذة بزاف وطريقة التحضير جد سهلة. خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تكتشفوا الطريقة. اذا كنتوا اول مرة كتشاهدوني مرحبا بكم، اشتركوا في القناة باش يبقى يوصلكم جديد فيديوهاتي، واذا كنتوا متابعة ديالي الوفيات ما تنساوش تخليوا لي لايك باش تشجعوني على الاستمرار. ودابا غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال القاعده، غادي نعمل عندي هنايا 20 حبه ديال البسكوي، اي نوع بسكوي بغيتو تقدروا تستعملوه، تقدروا تعوضوه بكيك مثلا يكون عندكم واجد، تقطعوه على حسب القياس ديال المول اللي عندكم. واذا كانوا عندكم مثلا طروف هاد الكيك كتفرتسوهم كتجمعوهم بشي حاجه، سواء بالزبده ولا بشي ياغورت ولا بالشوكولات، وكتعملوهم كقاعده. المهم انا عندي هنايا 20 حبه ديال البسكوي، وعندي هنايا 60 غرام ديال الزبده وواحد مغرفه ديال الحليب. اول حاجه غادي نعملها غادي نهرس هذا البسكوي باش غادي نطحنه. طحنت البسكوي البنات والزبده ها هي ذوبناها، غادي نزيدها على هذا البسكوي وغادي نزيدو هذه المغرفه ديال الحليب وغادي نخلط. نحاولوا ندخلوا الزبده في هذا البسكوي كامل. صافي البنات خلصت مزيان كيف ما كتشوفوا. هنايا جبت ليمون ديالي، غادي نحاول نقسم عليهم هاد قد صافي يا بنات. انا ساويت السطح كيف ما كتشوفوا، ها نتوما كيجيو معوطين هيدا. طبعا غادي نرد هذه حيت باقي انا طبقات اخرين. دابا غادي ندخلهم النيفيرا او الثلاجه وغادي نجيب باش نوجدوا الطبقه الاولى. الطبقه الاولى غادي نحتاجوا نص لتر ديال الحليب، عندي هنايا جوج مغارف كبارين ديال السكر، ثلاثه مغارف كبارين ديال بودره الكريم باتيسير، اذا ما توفرتيش تقدروا تعوضوها بمايزينا او نشا الذره. عندي هنايا واحد 50 غرام ديال البيستاج او الفستق مطحون، غادي نحيد منه واحد شويه للتزيين، والباقي غادي نستعمله في الوصفه زعما مع الخليط ديال الحليب. ندوزو نشوفوا الطريقه. بسم الله نبداو. غادي نخوي الحليب في كاسرول، غادي نزيد السكر، نحركو، غادي نزيد الكريم باتيسير، قلت لكم اذا ما توفرتش كتعوضوها بالنشا. نحرك مزيان، كنحركوها في الحليب بارد باش ما كيتكورش الخليط، باش ما كيتكورش زعما مايزينا ولا الكريم باتيسير في الحليب. دابا هنا غادي نشعل البوطه البنات، وما غاديش نوقف التحريك، غادي نبقى نحرك هيدا مره حتى يبدا يغلي الخليط، وديك الساعه نطفيو عليها، حيت اذا ما حركنا شي كتهبط ديك البودره ديال الكريم باتيسير من القاع وغادي تلصق لنا في القاع، وهذا الشيء ما خصناش. صافي البنات الخليط غلا وبدا كيتقال كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نزيد له بيستاش، غادي نخليه واحد شويه كيف ما قلت لكم للتزيين، والطبقي غادي نزيدو باش يجينا فيه مذاق ديال البيستاج مزيون، وغادي نخلط مزيان. صافي غادي نجيب القوالب وغادي نخوي، غادي نعمر غير حتى النص، هيدا غير النص باش النص اخر باقي غادي نعدلو فيه الطبقه الثانيه. هادشي اللي بقى لي غادي نعملو في هاد لي فيغني هادو. صافي
البنات دابا غادي ندخلوا من النبيره او الثلاجه، نخليهم حتى يبردوا يتماسكوا مزيان، عاد نبداو نوجدوا في الطبقه الثانيه. ما كنوجدوش في الطبقه الثانيه دابا دغيا، حيت الشلاكه بينها غادي يتخسر لنا المنظر، وحنا خصنا يجينا ديك الديكور مزيون. المهم نخليهم حتى يبردوا مينيموم نص ساعه، يعني ماشي قل من نص ساعه او لا اكثر، يعني المهم حتى تحسوا بالطبقه يعني بردت لحديتوها كتجبروها جامده. صافي، وديك الساعه غادي نبداو نوجدوا في الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه عندي هنايا نص يترو ديال الحليب، ثلاثه مغارف كبارين ديال بودره الكريم باتيسير، حتى في هذه الطبقه تقدروا تعوضوها بالنشا ديال الذره. عندي هنايا جوج مغارف كبارين ديال السكر، الحلاوه كتبقى على حسب الذوق ديالكم، اذا بغيتوا تزيدوا زعما تحليوها كتزيدوا السكر، بغيتوا تنقصوا كتنقصوا. المهم عندي هنايا النكهه ديال بيستاج، بنات العيسى قسيوني من شريتها، هذه كنت جبتها معايا من طنجه من عند واحد السيد كيبيع مواد ديال الحلويات وكيبيع هذا الشيء ديال النكهات، بزاف ديال النكهات. ديجا كنت وريتكم مشتريات ديالي من المغرب، غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف اذا بغيتوا تشوفوه، كنت فيه وريتكم بزاف ديال الحاجات وقلت لكم مين شريتهم بالضبط. دابا غادي ندوزو للطريقه. بسم الله، غادي نخويو الحليب بحال الطريقه اللي عملنا في الطبقه الاولانيه. غادي نزيدو كريم باتيسير في الحليب بارد، غادي نزيد السكر، غنشعل البوطه بنات، صافي وغادي نبقى نحرك. دابا البنات غنزيد واحد المغرفه ديال النكهه، غير ماشي مغروفه، غير نص مغروفه ديال النكهه ديال البيستاش، وغادي نحرك. صافي وغادي نكملو بطريقه عاديه، غادي كنحرك حتى يبدا يغلي الخليط، صافي وكنطفيو عليه. صافي عندنا الخليط ديالنا هو واجد، دابا غادي نخويه فوق هذه الطبقه اللي عملنا كطبقه ثانيه. صافي عندنا دابا غادي ندخلو من النبيله عاوتاني، نخليهم حتى يبردوا ويتماسكوا مزيان، عاود واحد نص ساعه الى حتى نساعد المكانه، كل ما بقاو في النبيله بزاف كل ما مزيان، حتى يبردوا مزيان كيتقدموا باردين حسن، وصافي ديك الساعه نخرجوهم باش غادي نزينوهم ونحيدوهم من الليمون. هاد التحليات ديالنا البنات من بعد ما بردو كتشوفوا كيفاش كيجيو شابرين في راسهم، هانتوما كيجيو قابطين مزيان، تقدروا تعملوا هاد الشكل في واحد مول كبير، تعملوه على شكل طارطه اذا بغيتو، ديك المول اللي كيتفتح طبعا. دابا هنايا ديك شويه بيستاج اللي احتفظنا به غادي نزوق به، هيدا غنعمل واحد الطبقه ديال البيستاج هنايا، نحاولوا نعوضوها. هيدا طريقة التزيين كتبقى على حسب الذوق ديالكم البنات، كل وحده تزوق على حسب الطريقه اللي كتعجبها. انا نشارك معكم الطريقه ديالي، انا دائما كيعجبني التزيين يكون بسيط، ما كنبقاش نحمق راسي بزاف التعقيدات في الزواق، كنعمل شي حاجه اللي تكون بسيطه. صافي البنات دابا غادي نحاول نعلي هذا المول ديالي، هيدا كيزول معانا بكل سهوله كيف ما كتشوفوا معايا، حيتاش الكريمه عاقده. غادي نعملهم في هاد الكريتنات هادو باش يسهل علينا الهز ديالهم، هانتوما بكل سهوله جاوني حتى دم قدم انا، حيتاش عندي هادو هذا القياس اللي عندي، ما عنديش كبار على هيك. بالنسبه لهادو اللي عملتهم في هاد الكويسه تاع المزيونات، غادي نجيب هنايا شويه ديال الكوكو وغادي ندرجو هذاك، غادي نعملو طبقه بيضه. هكا التزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم، انا قلت لكم انا كنعطيكم مجرد افكار بسيطه وصافي. نجيب هنايا عندي هاد الطريفات ديال الشوكولا، واحد ديك كيندر ميلك قطعتهم هيدا طريفات صغارين، وغادي نعملهم في الوسط بهاد الطريقه هادي. وهانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا، هذا الشكل الاول اللي عملنا في ليمون، كتجي على هاد الشكل هذا، شتو كيجيو ثلاثه ديال الطبقات بثلاثه ديال اللوينات، وعاد هاد الطبقه الاخرانيه اللي عملنا بالبيستاش
كيجي الشكل ديالها رائع. اما المذاق ما حتاش نقول لكم، كتجي فنه البنات. اللي محبي البيستاش طبعا غادي تعجبكم هذه التحليه بزاف، كنتمنى تجربوها البنات. كيف ما شفتوا معايا جد سهله. وهادو التانيين اللي عملناهم في هاد الكويسات بهذا الشكل هذا، كيف ما شفتوا عطاونا ديك اللوينات. هادو ما عملناش فيهم البيسكوي ولا الكيك. اذا بغيتوا تعملوا في القاعده بيسكوي ولا كيك كيبقى لكم اختيار، غادي يجيكم اربعه اللوينات عاوتاني. وهنايا عملنا هاد الكوكو في بيض، زاد عطانا واحد اللوين مزيون. صافي كيف ما شفتوا زوقتم بهاد القطع ديال الشوكولا. التزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه البنات وتعجبكم ان شاء الله يا ربي. كنشكركم على حسن المتابعه ديالكم، على التشجيعات ديالكم، على بشركم بروكه. اذا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك باش تشجعوني على الاستمرار. واذا كنتوا اول مره كتشاهدوني مرحبا بكم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم جديد فيديوهاتي. بسلام عليكم، تلقوا فيديو جديد ان شاء الله.